هتبقى سهلة يعني. طيب كابتن فتحي البعض بيقول المباراة مش صعبة على النادي الأهلي، انتوا مالكم مهولينها كده ليه؟ ده الأهلي كسبان طلاع الجيش مرتين في الدوري 3-0 و3-0. هل بتأيد هذا الرأي؟ لا لا، ما أيدش هذا الرأي. أقول لك ليه بقى. خلينا نتكلم بواقعية. الكابتن طارق العشري بيبقى ليه سياسته وليه أسلوبه وليه تكتيكه، ويمكن برضو في مراحل قبل كده كابتن في سنة 2009 يمكن طلع إنبي برضو بضربات الجزاء الترجيحية، كسب الأهلي مرة في كاس مصر وفي السوبر. فتاريخه، تاريخه في النهائيات بيبقى في نهائي كاس دي بيبقى برضو هو عنده. كابتن عبد الحميد بيقول لك انا زارع فيهم من ساعه ما تولتهم نخلص في مركز كويس في الجدول ونوصل نهائي كاس وناخد بطوله الكاس. وده امتداد. كابتن فتحي بقول لهم دايما ان في فتره من الفترات بيتكون جيل لنادي، الجيل ده لازم يبقى له البصمه، البصمه دي اللي هي البطوله. اللي هيفضل بعد كده يتذكر لكم. الناس لسه بالزبط. حافظه امبي بالكاس، حافظه حضرتك بالكاس، الترام بالكاس، قناه الاولمبي، لان هي دي البطوله الوحيده اللي تقدر انت طبعًا كابتن كنادي طبعا تكمل في الدوري. بالظبط طبعا، فهي دي البطوله اللي تقدر تحلم بيها. فطبعا ده امتداد يمكن شغل الكابتن عبد الحميد، يمكن الكابتن طارق برضو، يمكن ماتش الزمالك باين قوي الاستراتيجي بتاعته، وباين قوي ان فكره، وباين قوي اسلوبه في الاداء. فالماتش بكره برضه ممكن يبقى صعب جدا. صعب جدا لان الكابتن طارق بيتميز بيه، يمكن زمان يقول لك ان واحد دفاعيه وتكتيكيه. استفجينا قدام الزمالك بصراحه في الحاجات التكتيكيه دي كلها. لان دي برضه بطوله، كونه انه هيوصل لنهائي بطوله حتى لو خسر قدام النادي الاهلي، برضه وصول لنهائي كاس مصر برضه دي حاجه كويسه جدا لطلع الجيش. فانا شايف الماتش هيبقى صعب جدا، وخصوصا اذا كانت الناحيه التكتيكيه الدفاعيه، وخصوصا في وسط ملعبه. في وسط ملعبه الكابتن طارق ممكن يفكر في تفكير وارد جدا ان يلعب بثلاث استبارات، وضع وارد جدا. لانه برضه في الحته دي ممكن يكون حذر جدا من هجوم النادي الاهلي، حذر جدا من ايضا من تكمله وسط ملعب النادي الاهلي برضه ورا المهاجمين. فالحته دي برضه بتسبب له شيء من القلق. هل هيفكر هو في كده، ولا يفكر انه يلعب باربعه عاديين؟ المفاجاه اللي فاجئنا بيها قدام الزمالك، يعني الناس كلها زي ما حضرتك تقول كل مدرب وليه طريقته. مورينيو معروفه طريقته، جوارديولا معروفه طريقته، حضرتك معروفه طريقتك، كابتن جواري، كابتن طارق العشري هو مدرب متحفظ دائما وابدا، وطريقه بتؤتي ثمارها معاه. لكنه في مباراه الزمالك الحقيقه ترك الاستحواذ، الاستحواذ كان 61 مقابل 39، فرقتش قوي. لكنه الخطوره على المرمى لما قلنا خطوره الجيش كانت كثيره جدا. لا خطوره الزمالك قصدي ليه، كان الزمالك كلها تسديدات على المرمى، خطوره المرمى اللي كانت لصالح نادي طلاع الجيش، كانت مفاجاه من الكابتن طارق العشري. هل ممكن يعمل نفس المفاجاه بكره؟ لازم يعمل، ولازم. هو خلاص النهارده كسب الزمالك باسلوب، هو هيترجمه برضه في ماتش الاهلي بكره.